السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبنائي وأعزائي طلبة وطالبات الصف الخامس. سوف نتحدث اليوم عن بعض التدريبات التي تخص الوحدة الثانية. أولا، أكمل ما يلي. إذا كان هناك مجموعة 11، تقاطع المجموعة 11 و12، فإن المجموعة صاد تساوي صاد تساوي 11، المجموعة 0 و1 اتحاد المجموعة 2 وصاد تساوي المجموعة 0 و1 و2 و3. نلاحظ هنا ان صاد تساوي 3. 5 تنتمي للمجموعة 3 و4 اتحاد المجموعة صاد، هنا نلاحظ ان صاد تساوي 5. 11 تنتمي للمجموعة 3 وصاد اتحاد المجموعة 13، نلاحظ هنا ان صاد تساوي 11، لأن صاد تنتمي إلى الاتحاد المجموعتين. المجموعة 5 و4 و8 اتحاد المجموعة 6 وصاد، نلاحظ أن اتحادهما يكون 4 و5 و6 و7 و8، هنا تكون صاد تساوي 7. المجموعة 7 و5 اتحاد المجموعة 5 وصاد زائد 1 تساوي المجموعة 5 و7 و11، نلاحظ هنا أن صاد تساوي 10. أما إذا كانت المجموعة صاد ناقص 1 اتحاد المجموعة 9 و10 و11 تساوي المجموعة 9 و10 و11 و12، هنلاحظ أن صاد هنا بتساوي 13. 22 تنتمي للمجموعة 25 اتحاد المجموعة الأخرى اللي هي صاد زائد 2، هنلاحظ أن صاد هنا هتساوي 20. اختار الإجابة الصحيحة. التدريب الثاني، اختار الإجابة الصحيحة من بين الأقواس. إذا كانت سين جزئية من صاد، فإن سين فرق صاد تساوي فاي. إذا كان ألف ينتمي لسين، فإن ألف لا تنتمي لسين المكملة. صاد فرق صاد تساوي فاي، مكملة شين تساوي فاي، سين اتحاد سين المكملة تساوي شين، صاد تقاطع صاد المكملة تساوي فاي. إذا كانت المجموعة 8 نقط المجموعة 3 تساوي 8، نلاحظ هنا انه عايز يحط علامة مناسبة، تكون العلامة المناسبة هي الفرق اللي هي شرطة صغيرة. القوس سين تقاطع صاد يكون جزء من سين اتحاد صاد. المجموعة 5 و6 فرق المجموعة 6 و8، هنلاحظ ان الفرق ما بينهم المجموعة 5. تدريب اخر برضو بعنوان اختار الاجابة الصحيحة. المجموعة 1 و7 والمجموعة 0 و1 و2 و3 و4 و5 إلى ما لا نهاية، نلاحظ إن هي تكون الإجابة هنا جزئية. أما إذا كان سين فرق سين، يعني العناصر المشتركة ما بين المجموعتين متساوية، فالفرق هنا يكون فاي. إذا كانت المجموعة 2 و5 و7 تساوي المجموعة 5 وألف و2، فإن ألف هنا هتبقى العنصر الناقص اللي هو 7. المجموعة 5 فرق المجموعة 1 و2 و5، هنا هنلاحظ إن مفيش فرق فهتكون الإجابة فاي. عدد المجموعات الجزئية للمجموعة 5 هي الفاي والمجموعة نفسها، يبقى عددهم 2. تدريب آخر، اكتب ما يمثله الجزء المظلل في كل من الأشكال بتاعة فين. هنلاحظ هنا ان في اول شكل معايا ان معايا مجموعتين، الجزء المظلل في النص فتقرأ سين تقاطع صاد. اما الشكل الثاني نلاحظ ان الجزء المظلل سين اتحاد صاد. اما الجزء الثالث في الشكل الثالث هنلاحظ ان الجزء المظلل هو سين المكملة. اما في الجزء الرابع هنلاحظ ان الجزء المظلل هو سين اتحاد صاد المكملة. برضو معانا سؤال كمان بنفس العنوان اللي فات، اللي هو اكتب ما يظلله الشكل. هنلاحظ ان هنا الجزء المظلل في المجموعتين سين وصاد، لذلك تقرأ سين اتحاد صاد. خلي بالك عشان ده بيجي كتير جدا منه في الامتحانات. اما في الشكل التاني هنلاحظ ان الجزء المظلل هو صاد، لذلك تقرأ صاد فرق سين. تدريب اخر من ضمن التدريبات اللي بتيجي في الامتحانات بالشكل اللي قدامنا دوت، بيقولك باستخدام شكل فين اكمل ما يلي. لو انا جيت بصيت على شكل فين، هنلاحظ ان معايا 3 مجموعات، المجموعة الكبيرة اللي هي شين، والمجموعة صاد، والمجموعة سين. اولا هات سين تقاطع صاد، هنلاحظ ان سين تقاطع صاد المجموعة
4 لان العناصر المشتركه ما بينها. A2 س اتحاد ص، يعني عايز كل العناصر الموجوده. هنلاحظ ان هي المجموعه 3 و7 و4 و2 و1. اما مكمله س هنلاحظ ان مكمله س هي العناصر 7 و3 و9، 7 و3 و9. اما لو قال س فرق ص هيبقى س فرق ص الواحد والاثنين. ب في الشكل المقابل، اوجد الشكل الثاني معانا اهوت، بيقول لي هات عناصر المجموعه ش. هنلاحظ ان عناصر المجموعه ش اللي هي ال3 وال5 وال7 وال9. كمان مره، عناصر المجموعه ش اللي هي ال3 وال5 وال7 والتسعة. اما مكملة العناصر سين هي ال7 والتسعة. مكملة عناصر سين هي ال7 والتسعة. والى هنا نكون قد انتهينا من بعض التدريبات التي تنص على الوحدة الثانية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.